صباح الخير، معكم شيف آية فلاحة. وصفتي اليوم كفتة داود باشا، من أسهل الوصفات اللي ممكن تجربوها. حبيتها أقدمها بطريقة مبسطة على أساس أنتوا ما تحسوا بصعوبة أثناء تحضير الوصفة. خلينا نشوف المكونات مع بعض. عندي هون 500 جرام كفتة لحم خروف، أضفت عليها قليل من البقدونس والبصل الناعم، بهرت بالملح والفلفل الأسود. أنا تعمدت أخلي جزء من اللحم هنا لحتى نعمل الكرات مع بعض. عندي هون طماطم فريش قطعتها ورح أخلطها لتجهيز الصلصة، حبتين بصل، 5 فصوص ثوم. عندي هون صلصة طماطم رح أحتاجها مع تسبيكة الصلصة، وعندي هون اللي هو البقدونس الناعم والكزبرة. رح أحتاج بهارات ملح، فلفل أسود و7 بهارات. لطريقة العمل رح أبدأ بتجهيز الصلصة، صلصة الطماطم. أوكي، رح أخلط كل المكونات عندي هون بالمولينكس. رح أبدأ بإضافة قطع الطماطم الفريش، شوية بقدونس، شوية كزبرة. رح أضيف عندي هون صلصة الطماطم، نحتاج ملعقة هالقد. رح أضيف 1/2 كمية البصل، 2 حصين ثوم. أكيد رح أضيف عليها شوية ملح. أحتاج شوية مي هون على أساس أقدر أخلط المكونات كلها مع بعض. رح أحصل على هاي الصلصة لحتى أسبكها، رح أضيفها هون. بعد ما صارت صلصة الطماطم عندي جاهزة هون، أكيد أنا خلطت المكونات على البلاندر مثل ما خبرتكم، حطيت عليها ملح وشوي فلفل أسود وخليتها تتسبك على النار لمدة 10 دقائق. الحين صار تقريباً الصوص عندي جاهز، رح أرفعه عن النار أخليه على طرف. رح أبدأ بتجهيز الكفتة. أنا عندي هون كفتة اللحم، حطيت عليها مثل ما خبرتكم ملح، فلفل أسود، وبقدونس ناعم، وبصل ناعم. حاولت أجهز أنا شوية كرات هون. الحبة رح تشكل معي هاي الطريقة. بقطع الكمية اللي لازمة، بحاول إني ألف فيها براحة إيدي لحد ما تصير عندي كرة. رح أستخدم شوي من المي على راحة إيدي. تقريبا انا هون عامله مقدار 1/2 كيلو او 450 جرام من لحمه الغنم. اهم شيء اثناء العمل تحاولوا تعتمدوا على المقدار الواحد، لانه كثير بتفرق معاكم الوصفه وقت بتكون كلها اخذه نفس الوزن. هون صارت كرات اللحم عندي جاهزة. بعد ما خلصت الكمية كلها رح أبدأ أشويهم على النار. رح أسخن المقلاية، رح أضيف ملعقة سمنة صغيرة. بعد ما سخنت عندي هون السمنة، رح أبدأ بإضافة كرات الكفتة. وهذا الصوت هو الصوت المطلوب.
بس اخذت عندي لون رح اقلبها للناحيه الثانيه بهي الطريقه، بشوي كرات اللحم. في ناس بتحب تشويهم على الفحم، في ناس بتحب تعملهم سموك تيست، ممكن تدخنوهم، في ناس بالفرن، كل واحد هو وطريقته. بعد ما صارت عندي كرات اللحم جاهزة استوت واخذت لون، رح ابدا باضافة صلصة الطماطم اللي حضرتها انا. رح اضيف الصلصة مباشرة وهي عم تتقلى على النار. رح احاول اخليها تتسبك على حرارة وسط لمدة 5 دقائق على اساس تاخذ من نكهة الصلصة اللي رح تعطيها التيست الرهيب. بعد ما خليتها تتسبك على النار هادية لمدة 5 دقائق بس، تشبعت بالنكهات وبتحسوا اللحمة أخذت من الصلصة كفايتها. رح أبدأ أسكب هون، اخترت هذا الشكل من الصحن. لمحبين الطماطم الفريش هاي الوصفة كتير مناسبة لإلكم. صلصة زيادة، رح أزين بالصنوبر وأكيد البقدونس، أكيد الأعشاب ذوق اختياري. هون أنا حبيت أقدمها مع الأرز بالشعيرية، وبهي النتيجة بكون طبق اليوم صار معاكم جاهز من أسهل الوصفات اللي ممكن تجربوها. بتمنى تكون نال أعجابكم. شوفكم فقرات جديدة. باي باي.